السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. الذين إذا أصابتهم مصيبة إنا لله وإنا
أولئك لهم من الصلوات من ربهم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كان عليكم رقيبا وذرية ما قوة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم.